ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ان احنا اتكلمنا على حرب اكتوبر عام 1973، هنيجي بقى نشوف بعد كده الفترة اللي بعد كده حصل ايه. حصل ثورتا 25 يناير عام 2011 ميلادي و30 يونيو عام 2013 ميلادي. ثورة 25 يناير عام 2011. أحوال مصر قبل ثورة 25 يناير عام 2011، آخر حاجة وصلنا لها إن احنا عملنا معاهدة السلام اللي كانت ما بين مصر وإسرائيل علشان نعيد كل الأراضي بتاعتنا المحتلة والكلام ده كله. فتم اغتيال الرئيس السادات، اغتال، وبعد كده تولى نائبه محمد حسني مبارك. جه بعد كده بعد السادات بقى لما مات، جه محمد حسني مبارك وتولى الحكم فين؟ في مصر. واستمر حكمه للبلاد من 1981 ميلاديا حتى 11 فبراير عام 2011 ميلاديا. الفترة دي شهدت أحداث مهمة جدا، منها مشروعات البنية التحتية، طرق كثير، كباري، كمان إنشاء مترو الأنفاق. كانش في مترو أنفاق ده، فهو برضو أنشأ لنا مترو أنفاق، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس. بدأ إن هو يتوسع في إنشاء المدارس، يعمل مدارس كتير، كمان يبقى في مدن جديدة. ولكن أحوال مصر ساءت، لأن حصل أخطاء وحصل تجاوزات في مختلف المجالات. أسباب ثورة 25 يناير، طيب هم يعني الثوار قاموا 25 يناير ليه عام 2011؟ كان السبب لذلك أسباب عديدة: سوء الأوضاع الاقتصادية وكمان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية، كل الأوضاع ساءت، بقى فيه سوء فيها، فالناس انفجرت بقى بالثورة. كمان انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة، فساد في كل النواحي الدولة، فبرضو الثوار ما سكتوش. كمان تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى عام 2011، حصل تزوير لمجلس الشعب ومجلس الشورى، يعني مثلا ينجحوا ناس يسقطوا ناس في مجلس الشعب ومجلس الشورى. وكمان سيطرة الحزب الوطني الحاكم على أغلبية مقاعدهما وخلودهما من الأحزاب المعارضة الحقيقية، خلاص كان مسيطر جدا اللي هو الايه، الحزب الوطني. طيب اهداف الثورة ايه؟ ان هي كان هدفها، فاكرين دايما كنا بنقول في الثورة دي بالذات تركزت على عيش حرية عدالة اجتماعية، فكانت من ضمن اهدافها العامة تمثلت في ان احنا نحقق الكرامة، وان يبقى في حرية اجتماعية، في حرية، ويبقى في عدالة، مش كل حاجة بيبقى فيها تزوير أو كده للمواطن المصري. وكان شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية. أحداث الثورة انتشار الدعوات للشباب، بدأ الشباب بقى ينشر الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي الانترنت علشان كلهم يخرجوا بقى، ويحصل تظاهر سلمي في جميع ميادين مصر يوم 25 يناير عام 2011 ميلادي. وبدأ ان يبقى فيه تلاحم قوي قوى الشعب المختلفة ومشاركة الملايين في محافظات مصر، كله بدأ يشارك لأن حسوا بسوء في كل الأوضاع وفي فساد، فبينهضوا بقى وبيعملوا ثورة. كمان اشتعال المظاهرات في ميدان التحرير، بدأ يحصل مظاهرات وكله يدعو إلى قيام الثورة في ميدان التحرير والميادين العامة في المحافظات. كمان قطع النظام الحاكم جميع وسائل التواصل الاجتماعي، النظام كمان اللي بيحكم قطع جميع وسائل التواصل الاجتماعي، التليفونات والانترنت، عشان ما يبقاش في تواصل، عشان ما ان احنا ما ندفعش الصور ان هم يقوموا بالثورة اكتر. كمان استخدام العنف ضد المتظاهرين، استخدموا العنف ضد المتظاهرين ان هم ازاي يقوموا بثورة، فيعني كده بيمنعوا حريتهم في ان هم يقوموا بثورة. كمان سوء الحالة الأمنية في المجتمع، الحالة الأمنية كمان الأمن ذات نفسه في المجتمع كان سيء، مما أدى إلى أن شجع ذلك على اقتحام السجون وفرار المسجونين. بدأ المسجونين ذات نفسهم يفتحوا السجون ويطلعوا منها كده تمام ويقتحموا، ومفيش أمن بقى، وكان حالة الأمنية مفيش خالص وفي سوء فيها. كمان نزول القوات المسلحة وانتشارها في الشوارع والميادين العامة لحماية ممتلكات الدولة والمنشآت العامة،
القوات المسلحة كان لها دور كبير جدا في الشوارع والميادين العامة عشان تحمي ممتلكات الدولة. كمان تشكيل المواطنين اللجان الشعبية لحماية المواطنين والمنازل والمؤسسات العامة، لأن فر عدد كبير جدا من السجون اللي موجودين في السجون، المسجونين اللي موجودين في السجون، فبالتالي الناس خافت، فحصل تشكيل لجنة شعبية عشان تحمي بقى المواطنين دول والمنازل والمؤسسات العامة، وكانوش بيناموا خلاص. كمان إسقاط الرئيس والنظام الحاكم، كانوا دايما يدعوا لا إسقاط الرئيس إسقاط الرئيس إسقاط الرئيس والنظام الإيه الحاكم. وساعد على نجاح ثورة 25 يناير عام 2011 اطمئنان الجماهير إلى موقف القوات المسلحة المؤيد للمطالب، لقوا إن القوات المسلحة لا واقفة بجانبهم وبتأيد مطالبهم وهتنفذ مطالبهم، فليه ما نقومش بثورة، وليه ما ندافعش عن نفسنا، وليه ما نطلبش إن يبقى في عدالة ويبقى في حرية ويبقى في عدالة اجتماعية. وبكده نكون خلصنا أول جزئية في ثورة 25 يناير عام 2011، ويا رب تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.